السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سنوات سعد. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة التاسعة، سوف نتعلم طريقة التحديث وتحديث جميع البرامج أو تأكد من تحديثها وتثبيت البرنامج عن طريق سطر الأوامر وتأكد من الفيرجن أو الإصدار وثم حذف البرنامج، كل هذا عن طريق سطر الأوامر. أولا ندخل إلى الترمينال أو سطر الأوامر وثم نكتب apt-update ليقوم بتحديث النظام وتأكد من ذلك. هنا يعطينا خطأ 13 permission denied، وهذه الرفض يعني permission denied يجب صدر أن نكون صدر أي الروت وupdate/get/update، ثم نقوم بكتابة الرمز السري، وهنا يجب الحذر لأن الرمز السري لا يظهر هنا. الآن نحن قمنا في السابق من تحديث النظام ولهذا لا يطلب ذلك. الآن نتأكد من upgrade بعد update upgrade. الآن upgrade أيضا قمنا بتحديثها وعملها قبل هذا الفيديو، كما تشاهدون upgrade الصفر. الآن نقوم بعمل clear، والآن يأتي الأمر المزعج وهو طريقة تثبيت برنامج Audacity أو محرر الصوت عن طريق الترمينال وتأكد والعثور عليه. الآن نقوم من كتابة sudo أيضا وثم نقوم من كتابة install Audacity وثم enter. الآن يقوم بتثبيت البرنامج وتثبيت الحزب، كما ترون the following new package will be installed، يقوم بتثبيت جميع الحزب. الآن قم بتثبيت البرنامج. الطريقة سهلة للوصول إلى البرنامج، ندخل إلى application أو قائمة البرامج وثم نكتب اسم البرنامج Audacity، هذا هو البرنامج كما تشاهد، ونستطيع نقطعه فورا على الديسكتوب. لكن نحن نرغب في الطريقة الأخرى وهي طريقة العرض أو عرض البرنامج من خلال الترمينال ونقطع إلى الديسكتوب. سوف نقوم من عمل لوكي والعثور على مكان تواجد البرنامج، كما تشاهدون هنا يتواجد البرنامج هذا هو، وهذه الملفات الأخرى ليست البرنامج كما تشاهدون، وهنا أيضا هذه أقنين هي الحزام تنتهي بDEP. ثم نقوم بفتح ترمينال آخر. الآن هذا الترمينال عثر على البرنامج من خلال لوكيت. الآن من خلال هذا الترمينال سوف نذهب إلى البرنامج. الآن تواجدنا هنا PWD، تواجدنا هم سنوسعد اسم اليوزر، نود الخروج من سنوسعد .com/.. للخروج من الموقع. الآن ذهبنا إلى جهة الروت أو جهة الإصدار، نقوم بعمل كلير وثم بالذهاب ls من عمل بالذهاب إلى بار كما نشاهد، أولا بار وثم كاش وثم إيه. ثم أولا بار تيدي بار وثم ls، التوجه كان على هذا الملف cd، نقوم بكتابة الاسم وثم إيه وثم ls وثم نتوجه إلى الapt او application cd، نتوجه الان الى التطبيق للعثور عليه. الان ذهبنا الى التطبيق ثم ls، الان نتوجه الى هنا نقوم بنسخه وثم cd وثم pass. الان انتر، توجهنا اليه لكن نحن نود ان نراها بعيوننا. الان ls كما تشاهدون هذه الجميع الحزم على النظام، وجميل هنا قم بترتيب الحزم او اسم الحزم على الحروف الابجدية او ترتيب الابجدي. نذهب الى الاعلى لان البرنامج كان يبدأ بالحرف، نود العثور على البرنامج كما تشاهدون، هذا هو البرنامج وهذه الحزمة كما تشاهدون، هذه الحزمة نفسها في الحزمة ايضا. الان نود نقطع الى الديسكتوب، نقوم بالعمل cp وهي نسخ الحزمة او عمل كوبي للحزمة، وثم نضع /home/sermersad او اليوزر وثم /desktop-id وثم enter وثم كما تشاهدون الآن تم نقل الحزمة. نقوم بفتح الحزمة. الآن هنا لدينا debian movies، ندخل إلى user، ندخل إلى share، ندخل إلى application، هذا هو البرنامج. نقوم بنقل البرنامج ونستطيع أيضا فتح الترمينال هنا ونقطع right، وهنا لدينا port وهي
هنا السورس للبرنامج او السورس خاص بالبرنامج في المصمم الذي قام بتصميمه ديفيد، وهنا معلومات قبله، وهنا ايبورت وفي لغة بايثون. وهنا الان نذهب الى دوك لمعرفة المزيد حول البرنامج. نذهب الى readme، نقوم بالفتحة. هنا كما تشاهدون readme.txt، نقوم بالفتحة ايضا. وهنا المعلومات حول البرنامج والكوبيرايت ومن متى تصمم وصاحب البرنامج. هنا الكوبيرايت كما تشاهدون. والآن نذهب بفتح terminal، نود معرفة إصدار البرنامج عبر الترمينال أو السطر العمومي. ندخل إلى الديسكتوب أو صفحة المكتب، نقوم بكتابة اسم البرنامج Audacity -EV أو -Version أو -Version ثم إنتر. كما تشاهدون الآن 2.4.2، نقوم بفتح البرنامج لنتأكد Launch Anyway لكي يقوم بفتح البرنامج على أي حال. الآن يقوم بفتح البرنامج كما تشاهدون 2.4.2. الآن نتعلم الأمر الأخير وهو الأمر حذف البرنامج. نقوم بكتابة apt، أولا نقوم بكتابة صوته وثم apt.getremove نفس اسم البرنامج وثم enter، ونقوم بإدخال الباسورد. الآن قم بحذف البرنامج ثم yes مال العملية، وبعد هذا سوف نقوم بتنزيل حلقة أخرى إن شاء الله عن طريقة تنزيل لعبة في الكالي لينكس أو نظام لينكس، وبعد طريقة تنزيل لايبر أوفيس. كما تشاهدون الآن بعد الحذف البرنامج لا يفتح البرنامج لدينا. وهنا أيضا في قائمة الابليكيشن البرنامج ليس موجود، كما تشاهدون البرنامج غير موجود. وهذا كان فيديو اليوم، ونلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة، كان معكم سامي السعد.